تعالوا بقى دلوقتي نعمل مع بعض العيش اللي بالثوم. هستخدم فيه برضو نفس عجينة البيتزا. الحقيقة هو أصلا الوصفة معمولة بعيش توست، بعدين أنا لقيت عندنا عجينة من عجينة البيتزا، فقلت حرام بدل ما ندخلها الفريزر خلينا نستخدمها. فاللي في البيت وحابب أنه يستخدم عيش توست، عيش فينو، لأنه أسهل وأسرع وهو اللي هيبقى متوفر أكتر من العجينة، أوكي. اللي حابب ان هو يعمل بعجينه بيتزا لانه اصلا عنده عجينه، ماشي الحال. بقيه المقادير: ثوم مفروم، ثوم بودره، بقدونس، بابريكا، زبده، جبنه موتزاريلا، وجبنه بارميجان. هجيب الطبق اللي هنغبس فيه. هحط العجينه، بسم الله، هحط العجينة هنا وافردها بإيدي كده، وبعدين أشيلها زي ما بعمل دايما وأرحرح العجينة زي ما بنقول كده. معلقة زيت، وبعدين أخد الزبدة، بسم الله، الثوم، البقدونس، البابريكا، توم بودرة، مش عايزين توم بودرة ومستكفيين بالتوم اللي في الفريش اللي في الوصفة، ماشي. هرفع ده من عمار واجي هنا، انزل كل ده كده مع بعضه اهو، الزبدة مع الزيت مع البابريكا مع البقدونس مع التوم، واقوم واخداهم على العيش، يا اما العيش التوست يا اما العجينه حسب بقى الظروف وقتها ايه. واقوم واخده الجبن بتاعتي، منزلها هنا كده اهوت اهو، ادي الموتزاريلا،